هاي، اسمي فاطمة من العراق. درست في تيتشر ناصر حوالي 4 أشهر. ريلي الأربع أشهر هاي استفادت منها بكلها، يعني استفادت منها كلغة إنجليزي، كتعامل ويا تيتشر ناصر، كخبرة تاخذها من عنده، مو بس خبرة باللغة الإنجليزي، لا، كخبرة تاخذها من عنده بالحياة العامة، بالدراسة، شلون تدرس، شلون تتعامل ويا الناس، شلون تتكلم. قوم اخذت من عنده مواقف مستحيل كنت افكر انه اسويها. وهمين تيتشر ناصر الاكسنت مالته كلش حلوه، طريقه التعليم مالته ما يخليك انه تحتاج انه تلجأ لطريقه ثانيه انه على مود تفهم الماده. وهمين يعني الفاني اللي كان بالكلاس بطريقه لطيفه، وانه مو أربع انه مو الكلاس كله فاني فاني فاني، لا. وهمين لما كنا نحكي عربي كان انه العقاب مالتنا بطريقة لطيفة، الكل من عندها يستفاد، فالكلاس كان كلش لطيف. وأنصحكم إن أنتم تدرسون يا تيتشر ناصر، لأنه ريلي راح تستفادون، مو لأنه أنا درست وياه ولا أن شي، لأنه من صدق تستفادون بكل شي من عندك، كلغة، شلون تتعامل ويا البشر، شلون تفكر صح، شلون تتعامل ويا كل شي. حتى أنت إذا ما كنت تريد تتعلم راح تضطر إنه أنت تتعلم وتدرس. هو شوية بالبداية طريقة تعامله ويانا كانت شوي صعبة، لأن إحنا ما متعلمين على إنه واحد شديد ويانا وما يخلينا نغش وما يخلينا كل شي نسويه، بس لأنه اكتشفت بعدين لأنه هي هاي الطريقة الصح اللي إنه ندرس بيها اللغة، وإنه المعلومة تثبت بالرأس ومستحيل تنساها، مستحيل، لأنه أنا جربت ورحت جامعة ولحد الآن أستعمل أشياء هو كان يقول لي عليها وأستعملها. وشكرا لأنه من صدق استفادت من تيتشر ناصر بكل شيء، وأنصحكم أنصحكم إنه أنتم تدرسون.